مساء الخير، اهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع الجمهور النادي الاهلي بيتابعنا النهارده. تحياتي ليكم في بدايه الحلقه، ومعادنا مع يعني فاصل من الاخبار السعيده. نتمنى ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه، اعتقد انه في كلام كتير جدا هيسمعه جماهير النادي الاهلي باذن الله يفرحهم. كلام ملوش علاقه بالميركاتو، بالمناسبه الميركاتو هيبقى له وقته. احنا تعودنا دايما ان احنا، وانا عارف انه في كلام كتير ابتدى يتكلم على صفقات النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله احنا اتفقنا ان وده رايي الشخصي، انه الميركاتو اللي جاي مبني عليه امل وطموحات الاهلاويه في موسم استثنائي. هتلعب فيه كاس عالم، هتلعب فيه انتركونتيننتال، هتلعب فيه دوري ابطال، هتلعب فيه سوبر ليج، هتلعب فيه سوبر افريقيا، وبالتالي حجم البطولات وحجم المكاسب الفنيه والماليه المورة مشاركتك في بطولات زي دي تحتم بلا شك انه يكون موسم انتقالات استثنائي ان شاء الله، ونراهن عليه بشكل كبير وان شاء الله باذن الله. خليني اقول لكم بس او اكتفي بان المقدمات باذن الله مبشره، لكن طبعا يمكن في خلال 24 ساعه جماهير النادي الاهلي هتسمع عن تفاصيل واحد من اهم مشروعات الاهلي يمكن في القرن وفي الالفيه الجديده، ومشروع كان حلم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كلها طبعا، وهو تدشين استاد الاهلي الجديد اللي ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه مجرد فكره او انه مجرد حلم بعيد المنال. انا بقول لكم في خلال ساعات بسيطه جدا الخطوات التنفيذيه الاولى باذن الله ان شاء الله للحلم ده هتبدا. النهارده بيعود الاهلي للمران، وعندنا كلام كتير جدا طبعا للاستعداد لمباريات الدوري، ولكن مش بس الدوري الحقيقه. يمكن ال 48 ساعه الاخيره كانت حاسمه فاصله، حددت بشكل كبير جدا معالم بطوله انتركونتيننتال او بطوله كاس القارات البديله، البطوله اللي هتحل محل كاس العالم للانديه بالشكل اللي احنا كنا عارفينه قبل كده، بكل النسخ اللي شارك فيها النادي الاهلي في بطولات كاس العالم، وكل النسخ اللي توج النادي الاهلي فيها بميداليه برونزيه، وكل النسخ اللي تفوق فيها الاهلي في مواجهات رسميه على كل ابطال القارات بدون استثناء الا اوروبا او ما عدا بطل اوروبا، هتتحول لبطوله جديده. مش هتكون بطوله مجمعه، يعني مش هتتلعب زي كاس العالم للقارات، مش هتستضيفها دوله واحده، مش هيشارك فيها البلد صاحب الارض او البلد اللي بيستضيف البطوله، هتختزل البطوله في ابطال القارات السته فقط لا غير، وهتتلعب على مدار مباريات ومراحل مختلفه، تنتهي بالمباراه النهائيه اللي هتجمع ما بين بطل اوروبا اللي تم الاعلان عنه طبعا بعد فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند، وبعد تصفيات ابطال القارات. اتحدد طبعا في اليومين الاخيرين بطل الكونكاكاف طبعا باتشوكا المكسيكي اللي تفوق على كولومبوس الامريكي بنتيجه 3-0، ريال مدريد اللي تفوق على بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0، والعين اللي حسم لقب بطوله دوري ابطال اسيا. ثلاث ابطال هيلعبوا مع المارد الاحمر، مع وحش وبطل، مع سيد اسياد قاره افريقيا النادي الاهلي في البطوله، بالاضافه لفرقتين. فريق هو اوكلاند سيتي، وده ضمن في بدايه البطوله انه يخوض الدور التمهيدي، لكن هيتم اجراء قرعه. انا بقول لكم طبعا بطل افريقيا حاضر في بطوله الانتركونتيننتال زي بالظبط لما هيكون حاضر في بطوله كاس العالم للانديه، زي ما هيكون حاضر وضمن مقعده بالفعل في دوري ابطال افريقيا، الى جانب مجموعه كبيره من البطولات والالقاب اللي هينافس عليها الاهلي في الموسم اللي جاي. كان الله في عون الاداره والجهاز الفني واللاعبين، رهنا عليكم كبير جدا، وطموحاتنا وامانينا واحلامنا اكبر واكبر. لكن خليني اقول لكم وارجع للانتركونتيننتال مره ثانيه، المباراه هتبدا بقرعه. مين هيواجه اوكلاند في الدور التمهيدي؟ اما الاهلي واما العين الاماراتي. لو الاهلي لاعب الفريق اوكلاند في البدايه هتتلعب المباراه دي في القاهره، والفائز منها اللي باذن الله يكون النادي الاهلي هيتوجه بعد كده لملاقات العين، والمباراه الثانيه هتكون في الامارات. اما لو حصل العكس فاوكلاند في البدايه لو واجه العين هيواجهه في الامارات، والفائز منها يتوجه للقاهره عشان يقابل نادي الاهلي. دي المرحلة الأولى من البطولة. الناحية الثانية باتشوكا المكسيكي هيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس. بطل المكسيك أو بطل الكونكاكاف هيقابل بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، هو الفريق الوحيد المتبقي اللي لم يتم الإعلان عن اسمه، ومنتظر إن شاء الله مع انتهاء البطولة، بس بطولاتهم بتاخد وقت شوية، مش نتيجة تأجيلات ولا تراكم وتلاحم مواسم، هم عندهم الأجندة بتاعتهم كده، تحصل في يتم الإعلان عن بطل ليبرتادوريس في شهر نوفمبر القادم. فبطل الكونكاكاف اللي اتحدد اللي هو باتشوكا هيقابل بقى أيا كان مين، بالميراس ممكن، فلومينينزي ممكن، فلامينجو ليه لأ،
بوكا جونيورز برضو شغال، يعني ايا كان مين بطل امريكا الجنوبيه هيواجه باتشوكا في مباراه هيتحدد ملعبها بالقرعه، هيتحدد ملعب المواجهه والدوله اللي هتصيف المواجهه دي بالقرعه. الفايز من المباراه دي هيواجه باذن الله ان شاء الله هكذا نتمناها يعني الاهلي، او الفايز من الاهلي والعين واوكلاند سيتي في مباراه ايضا هتلعب على ملعب محايد، والفايز من المباراه دي يتاهل للمباراه النهائيه في مواجهه ريال مدريد الغريمه المحتمل، وهكذا نتمنى. وليه لا، فرصه كبيره جدا. ظروف البطوله على فكره السنه دي افضل بكثير جدا لما تحسب من ناحيه الفرص يعني، فانا اعتقد ان فرص الاهلي فيها اكبر بكثير جدا من لما كانت بتتلعب في بطوله مجمعه. ليه؟ لانه الاهلي كان بيخوض عدد كبير جدا من المباريات في فتره زمنيه قصيره جدا، وما فيهاش فكره تكافؤ الفرص. يعني بطل امريكا الجنوبيه، بطل اوروبا بيجوا في الاول والاخر يلعبوا الدور قبل النهائي وبعدها مباراه نهائيه، اما الاهلي فغالبا بيبدا المشوار من بدري جدا. السنه اللي فاتت لعبنا مع اتحاد جده، فريق كبير جدا، كتيبه مدجج بكتيبه من النجوم، بالتالي بيستنزف جزء كبير جدا من قدراتك البدنيه والفنيه عشان تلعب بعدها ثلاث ايام مع بطل امريكا الجنوبيه، برضو منتخب عالم، نجوم كبيره جدا. فالفاصل الزمني ده بيبقى دايما مش في مصلحه النادي الاهلي، ومع ذلك بتنجح في الوصول للمربع الذهبي وغالبا بتتوج بميداليه برونزيه. السيناريو ده يخلي الدنيا اسهل شويه، بيقلل عدد المواجهات، المواجهات الأولى ممكن تبقى كمان على أرضك في وسط جمهورك، فبالتالي فكرة الحسم فيها والتفوق فيها إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحتك، بتخلي بطلي قارتين تقال من العيار التقيل، وإن كنت فزت على أبطالهم قبل كده، سواء بالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس بطل البرازيل فزت عليه وتوجت على حسابه بميدالية برونزية، سواء باتشوكا أنت كسبت من الكونكاكاف بطلين، كسبت مونتريال المكسيكي وكسبت سياتل ساوندرز الامريكي، وبالتالي فكره انك تتخطى ابطال القارتين دول حصلت قبل كده، وبالتالي وارد حدوثها جدا، وبالتالي سيناريو وصولك للنهائي ممكن يكون الاقرب باذن الله في بطوله الانتر كونتيننتال. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي في البطوله دي، وده واحده من البطولات اللي اعتقد رهان الاهلي كبير جدا عليها السنه دي. البطوله هتتلعب في شهر ديسمبر 24 قبل بطولة كأس العالم إن شاء الله اللي هتستضيفها الولايات المتحدة في 25، ودي بقى قصة تانية وحوار تاني وأندية تانية وسكيل تاني خالص، ما فيش حد ممكن يفكر إن هو يقرب له. نتمنى إن شاء الله الأهلي برضو يعني طبعا تتكلم على كأس عالم، كأس عالم يعني عتاولة العالم كلهم من الدوريات الخمسة الكبرى، من أمريكا الجنوبية برازيل وأرجنتين، من آسيا، يعني هتبقى بطولة كبيرة جدا وبطولة صعبة جدا، ولكن رهاننا برضو يظل فيها على النادي الأهلي كبير، والميركاتو بإذن الله أعتقد أنه طموحات الأهلي تخطت بكتير جدا بقى العادي. أنت يعني إحساس جماهير النادي الأهلي أن المنافسة في أفريقيا، الأهلي مش على مستوى مصر، الأهلي على مستوى قارة أفريقيا خارج المنافسة، ما فيش منافسة حقيقية. الأهلي فوارق بينه وبين أقرب منافسيه سواء من ناحية الكواليتي والمستوى الفني أو من ناحية الألقاب والتاريخ الاثنين بعيد جدا، فبالتالي انت بتدور على ليفل منافسه تاني خالص، نتمنى ان شاء الله انه يترجم في الموسم اللي جاي. طيب عايز اروح ل خوسيه اجناسيو فرنانديز اجلاسيس. اتحدى يعني اتحدى اي حد ممكن يكون عارف اسم اللاعب اللي انا قلته دلوقتي، هقوله تاني، خوسيه اجناسيو فرنانديز اجلاسيس. الحالة الوحيدة اللي ممكن تعرف فيها اسم اللاعب ده هو انك انت تخش على جوجل تكتب اسمه، فهتكتشف المفاجأة. هو طبعا واحد من نجوم ريال مدريد، ناتشو، واحد من اساطير ريال مدريد. مبروك طبعا عشاق الريال على الفوز والتتويج بالليجا وبدوري الابطال بعد التغلب على بروسيا دورتموند في مباراة من رأيي لا يستحقها ريال مدريد. يعني صعب، تعاطفت الحقيقة مع بروسيا دورتموند، مش عشان أنا بشجع السيتي، لكن الحقيقة بروسيا دورتموند كان على مدار اللقاء ده الحقيقة كان الأقرب والأقدر بأن هو يخلص المباراة، لولا يمكن انعدام الثقة، لولا يمكن غياب شخصية البطل اللي بجد بجد كلمة بتترجم إلى الشعار. ناتشو 5 تشامبيونز ليج، يمكن نتفق أو أغلبيتنا يتفقوا، القصة دي وراها عبرة كبيرة جدا يا جماعة. الأغلبية تتفق على أنه ناتشو ما هوش اللعيب السوبر، ما هوش اللعيب حتى اللي ممكن يلفت نظرك أو يعجبك مستوى أدائه، حتى لو قارنته، ولو أنت مدريدي يعني عشان ما تاخدش موقف دفاعي مني،
حتى لو انت مدريدي مش ممكن تتفق معايا مثلا او تختلف معايا في فكره انه ناتشو دفاعيا مش اميز ولا افضل من لعيبه كتير جدا لعبت معاه هو شخصيا في ريال مدريد. يعني مش ممكن احطه في مقارنه ابدا مع نيكولاس بيبي او حتى مع اسطوره الريال سيرجيو راموس او حتى مع رافا فاران او حتى مع ألابا يا سيدي، ألابا اللي جاي بيودع مشواره مع كرة القدم في ريال مدريد الدولي النمساوي ويبلغ من العمر 31 سنة، حتى ده جه ريال مدريد عشان يكون أساسي على ناتشو. ورغم كده ناتشو بيصل أو حتى على مستوى النجومية، سيبك من القدرات الدفاعية. تعال نشوف مثلا النجوم والأساطير اللي لعبوا جنب ناتشو في ريال مدريد. هكلمك على نجوم بحجم كريستيانو رونالدو، بحجم جارث بيل، بحجم كريم بنزيما، أو حتى من أجيال سابقة راؤول جونزاليز مثلا، لويس فيجو، زين الدين زيدان. هل حد يختلف أنه ناتشو لا يملك من الكاريزما أو من الشعبية أو من الجماهيرية ربع عشر نصيب الأسماء دي؟ ما أعتقدش أنه حد ممكن يختلف في الفكرة دي. لكن تعالى تشوف ناتشو إزاي دخل التاريخ من أوسع أبوابه، ومش ناتشو بس، أعتقد لوكاس فاسكيز. العبرة هنا والرسالة اللي أنا عايز أقولها انه مع كامل الاحترام والتقدير طبعا، لانه ده جوهر بالنسبه لي كره القدم، وعشاق كره القدم دايما بيدوروا على المتعه، بيدوروا دايما على احساس بالجماليات بالفنيات، احساس انك لما بتتفرج ماتش انت بتتفرج على تابلو فني، فريق يمتعك كوره ويشبعك كوره، مش بس فوز بالالقاب والبطولات. وهنا تيجي العبره في قصه تاتشو، انه القصه مش قصه امكانيات، مع كامل الاحترام للإمكانيات ومع كامل الاحترام لحجم الموهبة ومع كامل الاحترام لوزنك ككواليتي لاعب كرة، إلا أنه في النهاية المجد والتاريخ والألقاب والبطولات لا تصنع بهذه الإمكانيات فقط لا غير. مفيش فريق في العالم ممكن يقف على لاعب مهما كانت إمكانياته، ومفيش لاعب في العالم ممكن يحقق ويكتب المجد والتاريخ مهما كانت عظمة الإمكانيات والموهبة بدون نادي عنده شخصية البطل، بدون مؤسسة تقدر توصله لكتابة التاريخ ده. والدليل ناتشو زي ما اتكلمت مع حضراتكم. عندنا تفاصيل كتير، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بدأ المعسكر، شفنا صور حلوة، شفنا الأوضاع هادية، شفنا نيو لوك محمد صلاح، شفنا صورة للتوينز مع أبو صلاح، شفنا جو كده من حالة من المرح والتفاؤل إن شاء الله. ولو أن في أخبار يمكن مش كويسة النهاردة فيما يتعلق بغياب فتوح عن معسكر المنتخب، لكن على كل الأحوال مع عودة الأهلي للتدريبات مع استعداد المنتخب لمباراة بوركينا فاسو، عندنا كلام كتير جدا في حلقة النهاردة من السادسة. فاصل ونبدأ حلقتنا. طيب، أخبار عن المنتخب المصري وأخبار عن سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، وأخبارنا عن الأهلي وعن تكريم إدارة النادي الأهلي لبطلاته فريق كرة الطائرة وفريق كرة السلة معنا في الأهلي نيوز روم. خليني أبدأ بالخبر الأول بمنتخب مصر، يمكن خبر مش صار شوية لمنتخبنا الوطني ومش صار بالتأكيد لكابتن حسام حسن، إصابة أحمد فتوح وعدم جاهزيته، خرج خلاص من المعسكر. الأشعة اللي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب النهاردة أثبتت إصابة أحمد فتوح لاعب الباك الشمال للمنتخب طبعا ولاعب المنتخب المصري بإصابة في الكاحل، هتمنعه طبعا من المشاركة مع المنتخب في الماتشين، سواء المباراة اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الخميس القادم يوم 6 أمام بوركينا أو المباراة اللي هتتلعب بعدها أمام غينيا في الخارج، وبالتالي أحمد فتوح خارج حسابات كابتن حسام حسن. طبعا يعني أكيد طبعا أحمد واحد من اللعيبة الأساسية في المنتخب أو القوام الأساسي للمنتخب، وكان يعني كابتن حسام حريص على أنه معنويا يدعم فتوح مع إصابته، تأكيد على أنه مكانه في المنتخب موجود وتمنى له السلامة والرجوع إن شاء الله بإذن الله مرة تانية لمستواه. لكن هنا يبقى السؤال، خد بالك أنت بتتكلم على أنه الأسماء اللي كانت بتشغل المركز ده في الفترة الأخيرة أو اللي لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة في الحتة دي كان محمد حمدي بحكم الخبرات، شكري بحكم التألق، ما أعتقدش أنه في أسماء تانية. شكري مصاب، حمدي موقوف، وأحمد فتوح إصابة هو كمان، وبالتالي هنا هنبتدي نفكر في فكرة البدائل. يعني اتقال لي أو عرفت يمكن قبل ما أدخل أنه التفكير حاليا هيكون في كوكا، أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي، أو أحمد رمضان بكر. وده يرجعني لأول تساؤل لما تم الإعلان عن القائمة
بتاعت المنتخب. انا مش من حقي ان انا اتدخل في اختيارات كابتن حسام، هو المسؤول عن المنتخب وهو الطبيعي جدا انه يختار العناصر اللي تتماشى مع خطته او فكره. لكن في اوقات كتير جدا من حقك تسال لما يكون في علامه استفهام كبيره او منوره او الناس كلها بتسال لماذا لم يتم ضم عمر كمال عبد الواحد رغم تالقه الكبير جدا مع الاهلي منذ انتقاله ليه، ورغم انه الولد الحقيقه حتى كمان عشان ما شاركش في افريقيا فكان عدد مشاركاته مع الاهلي في المباريات المحليه مش كبير قوي، ولا يعني قيس على عدد مشاركات عدد دقائق مشاركات عمر كمال عبد الواحد وقيس فتره التالق فيها وكم مباراه ظهر فيها بشكل ملفت للنظر وكم مباراه تالق فيها دفاعا وهجوما وكم مباراه فاز بيها بجائزه رجل، ده في مباراه اعتقد بس انا مش فاكر مع مين لعب 13 دقيقه خد رجل مباراه، واحد من اهم اللعيبه الجواكر اللي موجوده في مصر. هل وجود عمر كمال عبد الواحد، هل لما اسال طبيعي يعني بحسن النيه والله يعني هدفي وغرضي مصلحه المنتخب، هل لو تواجد عمر كمال في المعسكر النهارده ما كانش حل ازمه الكابتن حسام حسن؟ يعني السؤال ده هل في هجوم على اختيارات كابتن حسام ولا هل في تساؤل عن مصلحه منتخب مصر؟ في النهايه طبعا انا مش يعني ما بعترضش على اختيارات كابتن حسام، بس الكلام ده احنا قلناه واحنا دايما بنتحرك بدافع المصلحه الوطنيه، انا يعني بقولها مرارا وتكرارا، منتخب مصر عندي نمره واحد، منتخب مصر اهم من اتحاد الكره واهم من رابطه الانديه واهم من الجهاز الفني واهم من كل انديه مصر، وانا بقول الكلام ده على شاشه النادي الاهلي. فبالتالي يعني اسئله في بعض الاوقات محتاجين شويه نفكر في المصلحه الاعلى، يعني كلنا كل واحد في الدنيا بيتحرك عشان مصلحته. لكن في النهاية محتاجين نفكر شوية، ننسى خلافاتنا الشخصية، ننسى انتماءاتنا، أنا مش بتكلم على كابتن حسام والله بس، أنا بتكلم علينا كلنا. بتكلم علينا كلنا، كلنا منظومة الإعلام الرياضي بالكامل. الأجهزة الفنية سواء أندية أو منتخبات، قائمين على اللجان المختلفة في اتحاد الكرة، تحكيم ومسابقات وانضباط وإلى آخره، رابطة الأندية، يعني أنا وزارة الشباب والرياضة، بالتأكيد كل الناس دي في النهاية الأرضية المشتركة بينهم أو المصلحة المشتركة بينهم اللي هم متفقين عليها هو اسم مصر. فمحتاجين شوية نبعد عن الدوائر الضيقة والصراعات التافهة، هقولها تافهة لأني مش لاقي مصطلح تاني، اللي احنا بندور فيها كل يوم، ومحاولة اختراق المشاكل ومحاولة إحداث الفتن ومحاولة تخليص كل واحد ليه عند حد طار بيخلص طاره، ونحاول شوية نبص لمنتخبنا الوطني. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لتكريم إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب لأبطاله أو بطلاته على وجه التحديد. هبدأ معاكم بفريق سلة للسيدات، الحقيقة لإدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريمهم الحقيقة بمناسبة فوزهم، موسم أكتر من رائع الحقيقة طبعا مع كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الباسكت سيدات، حقق 4 بطولات، بطولة منطقة القاهرة، بطولة الكاس، بطولة الدوري وبطولة السوبر، طبعا انجاز كبير جدا جدا طبعا الزميل العزيز شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، وطبعا بقيه الجهاز الفني حاضرين في الصوره، كل التقدير وكل الشكر الحقيقه. فرق النادي الاهلي المختلفه السنه دي قدمت موسم اكتر من استثنائي واكتر من رائع، ودي رساله تكريم دايما بيكون النادي الاهلي ومسؤوليه حريصين جدا على ان هم يقدموها لكل حد اجتهد وكل حد بذل مجهود ووقت واخلص فيه انه يشرف النادي الاهلي ويفرح جماهير النادي الاهلي، بيكون دايما طبعا دي ال4 بطولات اللي حصل عليها الفريق السنه دي، وطبعا بطلات النادي الاهلي بطلات السيدات. وتعالوا نشوف جزء من كلمه كابتن محمود الخطيب والرساله اللي وجهها لفريق سيدات النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم. الحقيقه احنا سعداء بيكم النهارده، واحنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا، وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الأهلي وعن شخصية النادي الأهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءة عالية جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا أو أنا إن أنا قعدت بتفرج يعني عليكم، حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني.
كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم، بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من اولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي، فعارف كل لحظه ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي، ويقضيها لاضافه تاريخ ومجد. طالما نقدر نعمل كده، انتوا مجموعه من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا، وتملكوا امكانيات كبيره جدا، والنادي بتاعكم بيملك امكانيات كبيره، جهازكم مستوى يعني مستوى الاول الموجود في مصر، وكمان برضو بيملك امكانيات بشريه وامكانيات فكريه غير الامور الفنيه كمان يعني. فاحنا كمنظومه اعتقد ان هي منظومه مؤهله للنجاح، ومؤهلة للنجاح الكامل، مش مؤهلة للنجاح الحمد لله. أنا خدت كده من الكابتن خالد العوضي، قلت له الدنيا بس السنة دي عملنا إيه كويس، فلقيت إن إحنا الحمد لله كأس مصر بطولة منطقة القاهرة، أعتقد إن دي تبقى فرقة القاهرة بس، كأس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنه كويسه الحمد لله، لكن مش كامله، وانتوا تقدروا تبقى السنه بالنسبه لكم كامله، تركيزكم اصراركم التزامكم بالامور الفنيه علاقتكم انتوا ببعض كمجموعه، دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. إذا كان راح في النهاية بطولة أنا زعلان عشانكم، لأن البطولة دي كانت ممكن تتكتب في التاريخ كل واحدة فيكم. الحمد لله سنة طيبة زي ما قلتوا جيدة، بس إحنا كنا ممكن تبقى جيدة تبقى ممتازة يعني. الحمد لله على كل شيء. طب إحنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنة اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنة الجديدة؟ لو أنتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا. لازم تفهموا الكلام ده كويس، ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده. فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك، وكمان او نوصي او كمان بس نلمس كده، السنه الجايه سنه صعبه، لان انتوا ابطال. صعب، مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه انه عادي، لكن البطل دايما هو ده الاستمرار كبطل، هو ده الصعوبة. تاني بشكركم جدا لأدائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، لإصراركم، لروحكم، لعلاقتكم ببعض، لأن أنا شايف الأولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجة فنية، فرحتهم أكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا. كلام كابتن خطيب مع بطلات الاهلي في الباسكت بيعكس جزء مهم جدا جدا من فلسفه وعقليه اي اهلاوي، يعني سواء كان الاهلاوي ده مسؤول في موقع مسؤوليه داخل النادي، او كان جهاز فني، او كان نجم او نجمه من في الالعاب المختلفه في النادي الاهلي، او حتى الجمهور اللي بقت عقليته كده، يعني فكرة المايند سيت بتاعت الأهلاوي إزاي بيفكر. عارفين حضراتكم الطالب المتفوق، يعني الطالب اللي اتعود على دايما هو يكون نمرة واحد، أو اللي يكون جايب الفول مارك العلامة الكاملة، لما بيجيب مثلا 99% بيتضايق. يعني شوفوا كم واحد ممكن يفرح لما يجيب 90 95 98%، لا ده بيجيب 99 فبيبقى متضايق على 1%، غير اللي بيجيب 50% وبيدور على درجات الرأفة. هو ده نفس الأسلوب التفكير، إنه عشان كده الأهلي ما بيشبعش بطولات، وجماهيره العادي بتاعها إنها بتفرح ببطولة أو بلقب أو بتتويج أو بدرع أو بكاس، بس بتزعل قوي 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 لما بتكون قريبة من لقب أو إنجاز وما يتحققش منها. أنتوا فاهمين العقلية، يعني طريقة التفكير، أسلوب الحياة عامل إزاي؟ أنا بفرح عادي، لأنه أنا الفرحة بالنسبة لي أسلوب حياة، البطولة بالنسبة لي ده العادي، التتويج مفيش جديد، ما هو العادي انه الاهلي دايما على منصات التتويج، لكن ازعل قوي قوي لو في بطوله
راحت من ايدي، وده كان جزء برضه يمكن بالمناسبه. زي ما كان في تكريم لبطلات الباسكت، كان في تكريم لبطلات الفولي. الحقيقه مقدمين سيزون اكتر من رائع، ودي كانت برضه كلمه كابتن خطيب ورساله كابتن محمود الخطيب. طبعا بطلات الطايره كاس ودوري وسوبر مصري، ويعني مش عايز اقول احنا فرطنا بارادتنا في بطوله افريقيا، لان احنا كنا الاقدر وكنا الاقرب، وكانت البطوله تقريبا يمكن الثقه الزايده، يمكن كان داي اوف، لكن ما فيش شك الحقيقه انه الجيل الحالي من فريق سيدات الفولي هم الافضل، افضل عناصر وتيم ثقتنا فيه كبيره ان شاء الله باذن الله. والاهم ان احنا نعوض ده السنه الجايه، وده برده كان جزء من تكريم كابتن خطيب واداره النادي الاهلي لبطلات الطايره اللي حققوا ثلاث القاب او ثلاث بطولات السنه دي، بطوله الدوري المصري والكاس وكاس مصر، وايضا بطوله السوبر المصري. ووجه لهم كابتن خطيب الحقيقه التهنئه والدعم، وبعت لهم رساله طبعا انه الموسم القادم منتظرين منهم، ده طبعا جزء من تكريم الجهاز الفني، وانه الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله يقدروا يحصدوا باذن الله كل الالقاب. نسيبكم برده مع جزء من كلمه كابتن خطيب ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب في البدايه بس احنا طبعا سعداء جدا بيكم وفخورين بيكم كمان. انتم والجهاز بتاعكم كله. عندنا مجموعه من اللاعبين واللاعبات، وعندنا افراد من الجهاز، كل الجهاز كلهم كفاءات كبيره. موسم كويس الحمد لله، ولكن الموسم فيه حاجه ناقصه، وعايز اذكر في الموسم ده حاجتين. المباريات المجمعه كابتن ابراهيم اللي هي كانت كسبنا احنا اول مباراه وخسرنا ثاني مباراه. ومية الحقيقه انا طلبت الكابتن ابراهيم، كنت حابب جدا ان انا اجي اشوفكم، لان اللي شفته اول مباراه كان موضوع يعني النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. ده اللي انا شفته في المباراه الاولى. المباراه الثانيه حاجه مغايره تماما بقى. ناس مش مركزه، ناس عندها ثقه زياده، وعشان كده راحت مننا المباراه. بجيم امور فنيه اخرى كانت بريد كان حكاها لي. يعني المباراه الثالثه رجعنا لشخصيه النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، وربنا كرمكم بالبطوله الحمد لله. كاس مصر طبعا الحمد لله، الدوري العام الحمد لله، كاس سوبر بطوله كبيره ثانيه، بطوله افريقيه في ملعبنا. انا ما حضرتش الماتش، ولكن برضو اتفرجت على المباراه. بس ليه احنا في لحظات معينه بيغيب عننا التركيز وبيغيب عننا الجديه في الاداء، وفي النتيجه النهائيه ما كانتش في صالحنا. فهنا ده يجب ان انتوا ناس افضل مجموعه موجوده في الكره الطايره في مصر مع افضل جهاز موجود، ليه ما ناخدش كل حاجه؟ ما ناخدش كل حاجه، لازم احنا نراجع نفسينا على اساس دايما عايزين تعملوا تاريخ ليكم وتاريخ لناديكم. خلي الامور كلها في منتهى الجديه، طالما نزلت ارض الملعب لازم تبقى جد جدا ومركز جدا وعندك اصرار جدا. لازم هو ده عناصر الروح العاليه وعناصر الفريق البطل. فريق البطل ليه عناصر، عناصر شخصياتكم. لكن خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولكن مش ما يتكررش بنفس الاسلوب. الرياضه فيها مكسب وخسارة، ممكن نكسب وممكن نخسر، بس على الأقل الواحد لما كنت طالع من الملعب أنا راضي عن أدائي وحاسس إن عملت كل حاجة وكنت مركز جدا، كنت عايش المباراة جدا، عدم التوفيق ده موجود. لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق المخلص وبيوفق الإنسان أو أي عمل، بيوفق الإنسان اللي هو يعني شايف شغله كويس، عايشه كل حياته بتدور حوالين الشغلانه دي. انتوا لاعبين دلوقتي، دي احسن مرحله في حياتكم. احنا كنا لعيبه زيكم. احسن حاجه في الرياضه انك تلعبها، احسن حاجه في الرياضه دي انك تلعبها في كل الالعاب، انك تشتغلها بقى مدرب اداري رئيس نادي عضو مجلس اداره بمنتهى الصعوبه،
موضوع وما فيهاش متعه. المتعه وانت دلوقتي تملك ده، تملك الوقت وتملك السن اللي تخليك وتتمتع بحياتك بموهبه ربنا اداها لك. فما تضيعوش الوقت ده يا شباب، ما تضيعهاش، عشان ده كلكم هتفتكروه. انتوا كل بطوله بتضاف ليكم هنا، تضاف للنادي وتضاف لتاريخكم. ده مهم جدا يا شباب. بشكركم جدا، معلش عطلناكم النهارده شويه، بس كنا حابين نشوفكم يعني. شكرا يا شباب. دي كانت كلمات ورسائل من كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي لبطلات الفولي، وسبقها طبعا تكريمه ولقائه ببطلات الباسكت. ولكن الحقيقه انا بعتبرها رساله لكل حد بيمثل النادي الاهلي في اي رياضه، في اي فئه عمريه، في اي بطوله. الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب ده مهم جدا جدا، بالذات للولاد الصغيرين اللي ابتدوا مشوارهم النهارده. احنا لما بنتكلم النهارده خدوا بالكم، لانه ده جزء من تشكيل وعي، ثقافه، طريقه واسلوب تفكير الشباب الصغير، اللي انت محتاج ترفع سقف احلامهم وطموحاتهم، اللي انت محتاجهم دايما يبصوا على المركز الاول، على التتويج، على لحظه الاحتفال، مش محتاجهم يحطوا في حساباتهم او اعتباراتهم اي انجاز تاني. انا لما بقارن على فكره بمناسبه يعني معلش، بما انه الريال فاز ببطوله تشامبيونز ليج، وبما انه غريم تقليدي، الريال غريم تقليدي للنادي الاهلي. يعني مش عارف ليه الناس بتزعل لما الاسم الاهلي واسم الريال بيتحطوا في جمله مفيده. يعني ده شيء يفرح عموما، يعني سيبك من الالوان اللي انت بتنتمي ليها، يعني خليك كمصري دلوقتي. لما العالم يتكلم او وسائل الاعلام في العالم تتكلم على فكره الاهلي والريال، لما الفيفا يحط الاهلي والريال في مقارنه او يحطهم في خانه او في جمله مفيده، ده شيء يضايقك في ايه؟ شيء يضايقك الاول ولا يفرحك؟ يعني انت كمصري لما تشوف اسم نادي مصري بيتحط مع اكبر واشهر وانجح انديه العالم في جمله مفيده، القصه مش قصه مقارنه على فكره. القصه هنا مش قصه مقارنه، لان المقارنه لا تجوز. لا تجوز من حيث الامكانيات على الاقل، لانه لاعب واحد في ريال مدريد قد تبلغ قيمته التسويقية أكبر 5 فرق في أفريقيا. مش بكلمك عن نادي الأهلي بس، يعني إحنا بنتكلم على اسم لاعب واحد، اسم مش هقول اسم، يعني اختار أنت زي ما أنت عايز، في أسماء كتيرة جدا قد تبلغ قيمته التسويقية السكواد بتاع أكبر 5 أندية في أفريقيا. فالمقارنة من حيث الإمكانيات ما ينفع، لا تجوز. أنا لو معايا نص إمكانيات ريال مدريد ممكن ساعتها أفكر في قصة المقارنة. يعني أنت بتتكلم على نادي بس عوائد بطولة دوري أبطال أوروبا 130 مليون يورو. بطولة واحدة. سيبك بقى من سبونسرز والدعاية والإعلان والتيكتس بتاعت الماتشات وبقية البطولات والكلام ده كله. فالمقارنة من ناحية الإمكانيات لا تجوز، لكن المقارنة من ناحية الألقاب تجوز جدا. هو النادي المنافس للنادي الأهلي من حيث أكثر الأندية على مستوى العالم تتويجا. هو النادي اللي مسيطر على بطولات أوروبا زي ما الأهلي بالظبط مسيطر على بطولات أفريقيا. يا سيدي بلاش الإمكانيات المالية، بص على الملاعب. يعني أنا لو بلعب في أوروبا، بلعب في ملاعب أوروبا، بسافر بين دول أوروبا، قارن ده بين الوضع هنا في أوروبا والوضع هنا في أفريقيا والوضع في أوروبا عامل إزاي. أنا لما قابل الريال في ماتشات رسمية مرة واثنين وثلاثة، والبايرن وبالميراس والهلال والاتحاد، معجزة الكرة الآسيوية والسعودية رغم أنه ما فيش منهم حد فاز بلقب دوري الأبطال السنة دي، وأقدر أكسب الناس دي كلها، بطل الكونكاكاف مرة واثنين وثلاثة، وأقدر أتجاوز الناس دي بالإمكانيات دي، تقدر تفهم هنا العقلية والروح اللي بيعوضوا الفوارق والإمكانيات الاقتصادية بشكل كبير. وعلى كل الاحوال انتركونتيننتال الجايه، وربنا ان شاء الله باذن الله يقدرنا ونعمل فيها حاجه تسعد وتشرف جماهير النادي الاهلي. وعن الانتركونتيننتال وعن مصر وبوركينا فاسو وعن الدوري وعوده الاهلي للتدريبات هنتكلم النهارده مع ضيفي في السادسه كريم سعيد، هيكون معايا طبعا في الاستوديو بعد الفاصل. دوري ابطال افريقيا، هي الفرحه لسه مستمره ولا خلاص الدنيا هديت وبردت؟ 12 يعني 4 في اخر 5 سنين بيتهيألي جمهور الاهلي اعتاد على البطوله، لكن من مكاسب البطوله دي بعيدا عن اللقب رقم 12 انك انت تاهلت لسوبر افريقي، تاهلت الكاس او بطوله انتر كونتيننتال، وتاهلت لبطوله دوري ابطال الموسم المقبل ان شاء الله، ومن بعدهم كاس العالم والسوبر ليج ودوري محلي وكاس محلي وكاس نخبه. ده حجم او عدد الالقاب والبطولات اللي هينافس عليها النادي الاهلي، والمكاسب الماليه من ورا ده تستدعي ان احنا نفكر في
الميركاتو بالتاكيد بشكل مختلف. لكن حابب ابدا مع ضيفي النهارده في السادسه كريم سعيد محلل فني بيشرفني وجوده معايا النهارده بالانتر كونتيننتال واقول له اهلا وسهلا بيك. كريم كان موجود معانا على طول قبل مباراه الترجي قبل الفاينل اللي فرحنا فيه واسعدنا الاهلي بالتفوق على الترجي والفوز باللقب رقم 12. مبروك كريم ومساء الخير واهلا بيك. مساء الخير يا احمد، اصلا يوم مبروك ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وتاني مكرر التهنئه اكيد بدوري ابطال افريقيا، اكيد بنتكلم في انجاز زي بالظبط كام. احنا شايفين فرحه جماهير ريال مدريد حول العالم بدوري ابطال اوروبا، يعني شوف بقى اللقب الكامل ريال مدريد، ناس فرحانه برضو. النادي الاهلي احنا بنقول 15 الاهلي يعني. الاهلي والريال أي. ماشيين مع بعض زي الشريطين القطر بالظبط، يعني ده يعني بطل القرن في اوروبا. بس الاهلي في النسخه دي من تشامبيونز ليج بالتاكيد كان يستحقها، يعني من بدايه المشوار لنهايته هو الفريق الافضل. هو هل انشيلوتي كان لا الحقيقه السيزون ده بالذات كمان يعني بص يعني عايز ارحب بكل امانه طبعا خلينا نتكلم بصراحه طبعا يعني سريعا يعني ريال مدريد مع نسخه ريال مدريد مع انشيلوتي ليها طريقه في المكسب. سواء تتفق او تختلف في استمراريه بيها، ايوه، والاستمراريه تعني ان هم قاصدين كده. ده اسلوب لعبهم. هم مثلا ريال مدريد ما عندوش بلاي ميكر، انت ما بتتكلمش ان ريال مدريد عنده مودريتش في عز ماجده، ما عندوش توني كروس في عز ماجده، ما عندوش صانع لعب تقدر تقول ايه، وما عندوش كمان راس حربه تقدر تقول ان هو قوي او فرقه قويه. لا، هو ليه ستايل، ليه سيستم لعب. انا بشوف بصراحه ان انشيلوتي قدر ان هو يوصل اللعيبه بالايمان ان احنا طول ما المباراه ماشيه بالسيستم ده احنا هنكسب في الاخر. يعني هم خلي بالك فعلا بيلعبوا، لو تفتكر ايام الملاكم الكبير محمد علي كلاي كان بيتفرج على ماتشاته، ومايك تايسون، لا مايك تايسون كان بيخلص في الاول، مايك تايسون كان بيخلص ثانيتين ثلاثه، علي كلاي كان بيسيبك بيسيب المنافسين بتوعه في الاول كام جوله كده يخلصوا الباور اللي عندهم، يستنزفهم يعني، خلص يا باشا الباور اللي عندك وهوب يروح زانقه في الكورنر ومخلص. ريال مدريد طبعا دورتموند بصراحه ضيعوا، مش بس دورتموند ده والسيتي وبايرن وليفربول ضيعوا، بيضيعوا بس دي غلطتك. يعني انا ماليش ذنب، انا كريال مدريد انا ذنب انا ايه؟ بس طبعا اكيد النادي الاهلي ما بيلعبش بالسيستم ده. يعني نسخه الاهلي مع كولر ما بيلعبش بالسيستم ده، احنا ما بنلعبش بالسيستم. بس ستيل برضو انا متفق معاك جدا جدا في كلمه انت قلتها حلوه، ان اللي احنا رايحين له يحتاج بقى تغيير طبعا. في هكلم معاك في ده. بس خلينا الاول نتكلم في شكل البطوله. احنا الاول كنا بنتكلم على بطوله مجمعه في نطاق زمني لا يتجاوز ال 10 ايام تقريبا. الاهلي بياخد فيه عشان يوصل للمربع الذهبي ما بين 3 و4 لقاءات، وبالتالي وبتقابل في كل المباريات ابطال قارات. فبالتالي حجم المجهود عشان توصل للمرحلة انك انت على الاقل توصل فاينل بيبقى كبير جدا جدا. هل تغيير نظام البطولة بالشكل اللي احنا متعرف عليه وعايزك برضو تفكر بيه السادة المشاهدين ممكن يصب في مصلحة الاهلي اكتر؟ شوف طبعا انا طبعا في البداية اكيد الفيفا وانفانتينو على وجه التحديد انفانتينو من المسؤولين اللي بيحب دايما يغير عشان ما يقول للناس انا بشتغل وبعمل تحديث وتطوير لكرة القدم. فكرة إقامة مونديال أندية ب 32 نادي دي فكرة في وجهة نظر شخصية تحفة تحفة جدا. ليه؟ إن هو هنا هيبدأ هو شاعر، وأعتقد ناس كتير شاعرة، إن الفيفا ديتس أو حب الناس للفترة اللي فيها لعب منتخبات مش زي الفترة اللي فيها حب للأندية. يعني أنت بس كده قول للناس تعالى النهاردة عندنا الأسبوع الجاي دوري أبطال أوروبا أي دور من نوك أوت، وقول لهم عندنا أمم أوروبا أو كأس عالم أو أمم أفريقيا، هتلاقي دايما حماس الناس في الانديه اعلى من حماسه للمنتخبات. دي حقيقه واضحه في اخر 5 سنين. طيب انت النهارده عملت بطوله 32 نادي، انا اقول لك حاجه برضو كريم، يعني لو بتحط الكلام ده في اطار اوروبا طبيعي جدا ومنطقي جدا اروح اوروبا، لان اوروبا هي اللي بتستحوذ على اهم نجوم العالم من الكوكب كله. اوكي فاهم قصدي؟ فبالتالي بالنسبه لي دوري ابطال اوروبا انا هشوف يعني في كاس العالم انا مش هشوف ايرلينج هالاند، لا واقصد كمان الدربيات يعني الدربيات على مستوى المنتخبات ما بقتش بالقوه بتاعت زمان. ودلوقتي الدربيات على مستوى الانديه الحماس والزخم الاعلامي والجماهيري ليها اقوى من المنتخبات اقوى بكتير. فهو طبعا لما انت تيجي تعمل بطوله كاس مونديال انديه 32 فريق وايه، خلي بالك انت متوقع ان مونديال الانديه بقى اهم واكثر جماهيريه ومتابعه من كاس العالم والمنتخبات؟ هنشوف السنه الجايه لان هو برضه عمل حركه كويسه جدا. خد نفس القرار ساعه اقامه البطوله، مفيش بطولات كره قدم هتتلعب حوالين العالم ساعتها، فكله هيركز مع كاس العالم فيها. وخلي بالك في نقطه ثانيه،
ان انديه اوروبا وانس ان انت النهارده هتحط لها مكاسب ماليه كبيره النهارده في ظل الازمات النهارده بنشوف اهو برشلونه ما عندوش يعني ما عندوش سيوله عنده مشاكل. اقصده انديه اوروبا لما هتلاقي ان في جوائز ماليه قويه جدا 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 كله هيروح البطوله دي مركز. وحاجه تانية برضو هو عملها كل يعني ايه في السنوات البعيده عن المونديال هي بطوله تعتبر تحضيريه للمونديال بالزبط. يعني الدوله اللي هتستضيف كاس عالم منتخبات بالزبط. هي اللي هتستقبل قبلها بالظبط. وخلي لك الانتر كونتيننتال بنظام اللي هو ايه اسعى من اجل مقابله الوحش. عارف الجيمز اللي احنا بنلعبها بيبقى في مرحله الوحش. الوحش في ليفل الوحش قدام ده في بطل اوروبا. الناس زعلانه بتقول لك هو في عدم عدل وكده بس انا بشوف هو منطقي كل امانه لان فرق الامكانيات وفرق العقليه وفرق تسويق البطوله كل حاجه بصراحه انا مع كامل احترامي ولكن في ميزه يعني في ميزه تخدمني انا واحد ان انا ممكن جدا جدا انطلاقه البطوله تبقى على ارضي وسط صحيح برافو عليك صح 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 اثنين انه هيبقى في فرق زمني صح بين المباراه والمباراه اللي بعدها طبعًا. ثلاثه انه بطل الكونكاكاف وبطل امريكا الجنوبيه هما الاثنين هيخبطوا في بعض هيطلعوا لي واحد بس في الاخر صحيح الطريقه دي تسهل المشوار بالنسبه لافضل من طريقه البطوله المجمعه طبعا اشوف ان هي اسهل خصوصا كمان ان انت هتلعب يعني الدور الاول اللي انت هتلعب فيه القرعه هنشوف هل احنا هنلعب فيه اول مباراه اوكلاند هنا ولا تعال نشرح طبعا في الدور الاول في الثلاثي بطل افريقيا النادي الاهلي بطل اسيا نادي العين وبطل اوكيانوسيا اوكلاند سيتي هيتعمل ما بينهم قرعه كده كده اوكلاند سيتي هيلعب اول مباراه صحيح السؤال هنا هيلعب العين ولا هيلعب الاهلي طيب القرعه وقعته مثلا في مواجهه العين يبقى هيلعب العين في الامارات الكسبان منهم يلعب الاهلي في القاهره اللي يكسب يطلع يلعب الكسبان من بطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه فتاني انا بشوف ان الاسلوب ده فيه كمان راحه انت كنت بتضغط ان انت بتيجي قبل المونديال عايز تعمل معسكر وساعات المونديال بيتزامن مع كاس الامم زي ما شفت ايام بيتسو موسيماني لما راح بطوله مونديال الانديه في الامارات كسب واخد واخد مجموعه من لاعيبه فريق 20 سنه فانا بشوف لا النظام ده مريح والنظام ده افضل انت بس هتيجي تعمل دوره مجمعه في حاجه واحده في السيمي فاينل والفاينل انت هتيجي يعني ماتش الفاينل مع بطل اوروبا قبليه بثلاث ايام في نفس المكان هتلعب السيمي فاينل لسه ما قالوا انها ما اتحددتش لا اعتقد يعني هتروح السكه هو اللي اتقال او معلوماتي انه هيبقى في ملعب محايد لكن ما اتقالش ان هو هل نفس الملعب ده ولا لا لا مش قصدي مش فاهمني لا اقصد ان الناس يعني مثلا احنا في الدور الاول هنلعب على ملعبنا مظبوط بعد كده لما تلعب ماتش السيمي فاينل والفاينل هيتلعبوا في نفس الملعب اوكي يعني كانها دوره مجمعه صغيره تمام كسبت كمل للفاينل هما في خلال 3 4 ايام وده برده مش هياخد من وقتك وقت كبير في الاجنده بتاعتك خصوصا كمان زي ما اتفضلت وقلت في المقدمه النادي الاهلي مثلا على وجه التحديد السنتين الجايين بنتكلم على زخم زخم من البطولات اللي هيشارك فيها واكيد بتبقى عايز تنظيم طبعا طب خليني اخد معاك بقى تاريخ الجيل ده يعني تعال نشوف مشاركات الاهلي انت بتتكلم على طبعا هو النادي الاكثر لعبا لمباريات في بطوله كاس عالم الانديه لكن لما اجي احط الاهلي في مقارنه مع الابطال اللي تاهلوا بالفعل انا عندي الريال تاهل عن اوروبا عندي اوكلاند سيتي اوكيانوسيا عندي العين الاماراتي اسيا عندي باتشوكا المكسيكي الكونكاكاف او اللي هي امريكا الشماليه ومعاها شويه دول كده ويتبقى بطل الكوبا ليبرتادورس اللي هو بنسبه كبيره هيكون بالميرس طيب عظيم هنقول اكس دلوقتي خلينا نتفق انه مواجهات الاهلي مع ابطال اسيا سيطره كامله اكتساح يعني الاهلي لعب مع دحيل الدحيل القطري كسبه في قطر دحيل لعب مع الهلال السعودي خد منه برونزيه بس خسرنا من الاتحاد خسرنا من الاتحاد في 2005 ده كلام انا بتكلم على الجيل ده الجيل ده بتكلم على التيم ده هو التيم ده اللي هو غالبا رايح يلعب الانتر كونتيننتال يعني انا بتكلم خد بالك الخبرات بتاعه الاهلي النهارده لو كانت موجوده مع الجيل اللي لعب في اولى المشاركات في كاس العالم كانت ممكن تودينا في حته ثانيه خالص النهارده بتتكلم انه الاهلي لما بيوصل برونزيه بقى العادي صحيح صح يعني من يوم اتفق جدا جدا معاك ان في طبعا خبرات احنا كسبناها حتى نفتكر الجيل الذهبي اللي هو اول جيل راح لمونديال الانديه في اليابان كنا لسه ما عندناش موضوع الساعه البيولوجي كنا لسه ما نفهمش الكلام ده بصراحه حتى مانويل جوزيه تاني مره لما راح السنه اللي بعديها
اتعلم وقال لا مش هينفع اطلع بدري، هروح بدري قبليها ب 10 ايام وهلعب كمان مباراه وديه هناك عشان اللعيبه تتعود. يعني في حاجات اكيد بتكتسبها صحيح بمرور الوقت. وخد بالك برضو ان لما النهارده اروح كاس عالم او انتر كونتيننت اللي هي بقت كاس قارات وانا عندي رصيد من الفوز على كل ابطال القارات، هي اسمها كاس بطوله كاس القارات او ابطال القارات، قارات اسيا كسبت فيها الدحيل والهلال والاتحاد واوراوا ريدز صحيح كونكا كاف امريكا الشماليه انا كسبت فيها مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الامريكي بالظبط. امريكا الجنوبيه كسبنا مره واحده، كسبنا بالميراس والله كنا قريبين جدا من فلومينينزي. يعني ما بقتش الفوارق حتى لما تبص على فلامينجو ماتش فلامينجو الله يمسيه بالخير بقى مصطفى غربالي يعني الواجب اللي عمله معانا في الماتش ده وماتش فلومينينزي اللي احنا خسرناه في اخر نسخه 1-0 تحس ان الفوارق مش قريبه، ماتش اصلا كان في ايدك، ماتش بتاعك كان في ايدك يعني قريب. يعني تقدر تقول انك انت بقيت راس براس مع فرق امريكا الجنوبيه. ده صحيح ده صحيح. الاستثناء الوحيد من القارات كلها أوروبا. هو اوروبا صح؟ صح. ليه؟ لان اوروبا تاني الكره في اوروبا اللي انت بتشوفها في التلفزيون دي لما تنزل الملعب حاجه تانية. حتى ايف احنا لما لعبنا ريال مدريد اخر مره رغم الهزيمه 4-1 بس الشوط الاول لعب ماتش حلو، بس هما يوريك ازاي هما بين الشوطين هي من 2-2 راحت 4-1 بالظبط يعني وخبرات مختلفه زي كريم عظيمي كده في ماتش ماتش فاينل اوروبا. فانت بتتكلم برضو خبرات مختلفه، هما طبعا انت بتتكلم في لعيبه عندها من الادوات ومن الاسلحه اللي بيسيبوها لوقت الحسم. انت مش اللعيبه دي من هذا الكم من الخبرات في البطولات العالميه عارفين لما يحصل كذا هنعمل كذا لما يحصل وكمان بيحافظوا على ثباتهم الانفعالي. صحيح. شوف لعيب زي كارفاخال بصراحه، شوف سنه النهارده بنتكلم لعيب ظهير، يعني الظهير ده بيحتاج لعيب صغير في السن. شوف ازاي النهارده وقفته في الكورنر جون بتاع ريال مدريد شفناه كتير قوي، شفناه متكرر كتير جدا جدا جدا. شوف كارفاخال في الدقيقة 90 لا هو كارفاخال متفرج على الاوفرات بتاعت معلول ومنعم يعني هو انشيلوتي متفرج على كولر بيعمل ايه مع بيفتح سبرنت يا احمد في الدقيقة 90 مع لعيب بديل. اعتقد مالن لما نزل مع كبديل دورتموند في الدقيقة الأخيرة ولد سريع جدا، مالن ده الناس بيلعبوا فيفا وسرعته رهيبة نزل فتح معاه سبرنت مش ممكن. فده بيبقى قايل لك شوف الاستعداد الذهني، الاستعداد البدني، الناس تاخد بالها من نفسها، ليه؟ انك بتتكلم في مجد. مجد يعني مجد ده هو ده طبعًا. التاريخ. طبعًا. فبالتالي احنا طبعا نتمنى ان احنا نيجي في يوم من الايام نوصل ان احنا نلعب في الليفل ده ونقدر نتفوق عليه، بس برضه عايزين نقول برضه بكل امانه برضه نادي العين الاماراتي مره لعب فاينل مونديال انديه قدام ريال مدريد وشرفنا وشرف الكره العربيه ولعب وكان معاه حسين الشحات بالظبط برضه اتهزموا، بس برضه كان من الانديه اللي شرفوا الكره العربيه في مونديال الانديه. صحيح. هسألك سؤال اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي بتفكر فيه النهارده. واحد وصل جزئين، ازاي يستعد الاهلي لموسم جاي في هذا الكم الكبير جدا من البطولات، مستوى عالي جدا من المنافسه، يعني ما سبقش انه في فريق على مستوى العالم نافس في هذا الكم الكبير جدا من البطولات. مع العلم ان الموسم عندنا انت بتتكلم النهارده ان ريال خلص سيزون، نعم باتشوكا خلص سيزن، العين خلص سيزن، انت السيزن لسه في يعني بسم الله الرحمن الرحيم ما جبناش نصه بالظبط كده. فازاي تفكر في الموسم اللي جاي ده من حيث التحضير والتجهيز، وازاي تفكر في موسم انتقالات بعيدا عن اسماء لاعبين او صفقات؟ انا عارف انه الاهلي يعني ممكن يكون حسم بعض الصفقات بالفعل، ممكن يكون في اطار وضع الروتيشن النهائي على صفقات تانية، في اسماء وملفات لعيبه كتيره مترشحه للنادي الاهلي، لكن وانت بتفكر لموسم اعجازي بالشكل ده كريم تفكر ازاي وانت بتحضر ليه؟ طيب اول اللي في دماغ مارسيل كولر النهارده وهو بيحضر للسيزون اول حاجه طبعا اكيد هو هي الامور الاداريه والامور الخاصه بالموسم والاجنده تبقى امور مشتركه ما بين مارسيل كولر على راس الجهاز الفني للاهلي وبين اداره الكره في مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشوف ان اول حاجه يجب النادي الاهلي يسعى ليها ان الموسم السنه جاية إن شاء الله الموسم القادم يعني بإذن الله مع اتحاد الكورة ما نلعبش دوري من دورين. مش هينفع لازم نغير في السيستم يتغير، نطبق بقى النظام البلجيكي نلعب أو نظام اللي هو النظام التونسي مثلا، يعني تونس بقى لها 3 سنين بيلعبوا دور واحد وبيعملوا دوري نخبة وبيعملوا دوري البقاء ودوري الهبوط. كان مقترح السنة اللي فاتت ده من الرابطة ومحتاجين يعني ننسق أمورنا مع بعض أهو ومعانا وقت ونقدر نشوف ان احنا بس اكيد في وجهه نظري الشخصيه ككريم سعيد ان
إقامة الدوري القادم بنظام الدورين ونلعب 34 مباراة ده أمر أقرب إلى المستحيل فعليا في ظل هذا الزخم من البطولات. طيب الشق الثاني من سؤال حضرتك فيما يخص التفكير في الميركاتو أو في الصفقات أو نوعية اللاعبين اللي نتعاقد معاها وإحنا رايحين لهذا الكم من الاختبارات. أنا في وجهة نظري الشخصية النادي الأهلي بقاله سنتين أعتقد عنده إدارة سكاوتينج يعني كان قرار جيد جدا من إدارة النادي الأهلي. الإدارة دي شغالة وبتجمع ملفات لعيبة وبتبني داتابيز، فطبيعي جدا وانت بتبني الداتابيز دي بتاخد وقت يعني ما فيش ينفع اقول لك ايه يلا اعملي داتابيز في اسبوع مش الكلام ده، انت بتلم ملفات كبيره وبتتفرج على كم هائل. انا بتكلم في فكره البروفايل الاهلي ما انا جاي لك اهو لا يعني ما احنا فاهم احنا هنيجي اهو من الداتابيز اللي عندك ده هو هيقول لك الكاتيجوريز اللي بتتكلم عليها دي هو هيقول لك ان في مثلا يعني في كاتيجوري بيقول لك ان اللعيبه دي سعرها من 2.5 ل 2.5 3 واحنا دايما النادي الاهلي بيلعب في الرينج ده ده الرينج ده احنا بنلعب فيه. اجابتي على سؤال حضرتك ان احنا محتاجين نلعب في الرينج بتاع من 3 ل 6 محتاجين ان احنا نطلع من ليفل مثلا يعني من كلاس سي لكلاس بي. انت بتتكلم كده يعني في صفقه نعم هي اللي تراهن عليها في انها تحدث الفارق. شو صفقه واحده بس يعني صفقتين اثنين لا ما بص الموضوع استثمار. طب واحد الاول في دوري ابطال افريقيا نعم شفت حد لفت نظر كريم شفت لعيب سوبر ممكن يقول تقول انه انضمامه للنادي الاهلي ممكن يكون صفقه تخدم مصالح الاهلي في الموسم اللي جاي؟ والله بص هو يعني في وجهه نظري ابرز لعيب ممكن يكون لفت نظرنا كلنا في الفرق اللي احنا واجهناها يانساس يانساس لعيب برازيلي في نادي الترجي هو ده لعيب مهاري لعيب حريف شويت بس برضو اجي اقول لك بكل امانه مش بتكلم في كلاس يعني اللي هو ايه لعيب مثلا يعني مش سرينو في قمته مع سان داونز ماشي متفق معاك سرينو مثلا في قمته مع سان داونز كان احسن من يانساس. الحكم على اللعيبه مرتبط بالقماشه اللي معاه طبعًا يعني طبعًا يانساس طبعًا. في فريق تاني بس انا مش بتكلم على الليفل ده خالص مش بتكلم على الليفل ده انا بتكلم على ليفل انك تروح تجيب ليفل بي من اوروبا ليفل بي في لعيبه في اوروبا لعيبه كويسه جدا سعرها بنتكلم من 3 ل 6 مليون يورو او ايفن دولار عادي بس طبعا مبلغ كبير جدا بالنسبه لنا طبعا في ظل التغيرات في سعر العمله بس انت النهارده انا بتكلم كايه كاستثمار بمعنى ايه انا معايا 10 جنيه لما استثمرها هتجيب لي 100 جنيه طب معايا 100 جنيه هتجيب لي 1000 معايا 1000 انا كل ما اكبر لازم حجم استثماري يعني ما ينفعش النهارده ازود استثماراتي وافضل بستثمر ال 10 جنيه اللي هي بستثمرها من 5 سنين انا برضو لازم يكون انت فاهم طبعا ان في الاستثمار كل ما انت بتزود برضو العائد بيبقى لان مثلا ال 10% بتاعه ال 100 جنيه 10 جنيه بس ال 10% بتاعه المليون انت رايح كاس العالم تنافس عايز تنافس يا كريم مش بس هقول لك حاجه بكل امانه منتخب مصر رايح كاس العالم لو وصل كاس العالم يعني شايف انه رايح ينافس منتخب مصر طبعا عايزين نقول طبعا بتمنى مستوى الشخص طبعا الف سلامه لاحمد فتوح طبعا تم يعني قرار رسمي انا هاجي لك للمنتخب معايا محور منتخب بس يعني انت شايف منتخب مصر لو وصل كاس العالم هيروح يعمل الشغل اللي عملته المغرب مثلا يعني احنا بس الاول في الوقت الحالي احنا في تجربه يعني نتمنى انها تنجح طبعا لانها تجربه عشان نكون امنا مع نفسنا ومع الجماهير اللي بتسمعنا هي تجربه محفوفه بالمخاطر فيها مخاطر فاحنا بنامل في ظل الوضع الحالي الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كاول تجربه ليهم مع المنتخب ان هم يلموا الشمل ونحن نعتمد على نتمنى ان الناحيه المعنويه اللي هم مميزين فيها تتفوق عن الناحيه الفنيه لان الناحيه الفنيه هنروح يعني هنقعد نتكلم فيها كتير هاجي لك في المنتخب عشان المنتخب انت بتتكلم في 72 ساعه في اهم ماتش في التصفيات هجاوب على السؤال بتاع الاهلي الناس تعرف ان قرعه مونديال امريكا لما هتتعمل احنا في مجموعه هنلعب فيها ايا كان المجموعه اسمها مجموعه ناريه ايا كان هي ايا كان يعني ايا كان انت 32 فريق يبقى 3 مجموعات في اتليست ناديين مش ثلاث ناديين كلاس ايه هتلعب معاهم ايوه يجي انتر يجي بارسا ليفل ايه وليفل بي للبطوله دي بالنسبه لنا احنا ناريه ف
انت فاهم قصدي؟ هو طول ما احنا بعيد عن السيتي والريال والبايرن ليفل تاني يا احمد، ليفل تاني. لا لا ايا كان، ما دام هتلاعب نادي اوروبي انت بتلاعب ستايل مختلف، بتلاعب ستايل مختلف. زي هفكرك زي ما احنا اول مره في حياتنا، طب ما منتخب مصر لعب البرازيل وكسب ايطاليا، لا يعني بس الجيل مختلف. لا يا خبر، والجيل ده مش مختلف في الاهلي، ما تدوا الجيل ده حقه يا جماعه شويه. لا بس معلش احنا لا مفيش حد عمل الجيل اللي عمله. لا طبعا ده جيل اعجازي، ده من لا خلاف، بس احنا بنتكلم في حته برضو. انت النهارده هتروح هتلاعب بطوله او ما تلعبها بالشكل ده، وهتلعب في مجموعه. احنا برضو خباك برضو في ميزه في نسخه المونديال بشكلها القديم، انت برضو بتلعب ماتش واحد. مجموعه دي انك بتلعب ثلاث ماتشات في 8 ايام مع ثلاث فرق يعني بدني وفني ومن عالم تاني، ده امر صعب على اللاعب المصري. معلش حاجه مش سهله، فاحنا برضو عايزين نروح مستعدين. انا معاك جدا 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 في الطرح انت طرحته، لازم فكري للاعب المحترف مثلا يعني. ما ينفعش بقى قاعد على الدكه. انا جبت اتنين محترفين زي الباسكت كده، شوف الباسكت ناس تقول لك ايه مثلا في البال، يقول لك لعيب باسكت المحترف تدفع فلوس ينزل يجيب لك ماتش في الباسكت، مع طبعا مع كامل احترام الاختلاف ما بين كره السله وكره القدم، بس انا عايز الفكر ده. عايز اجيب المحترف اللي هو هبني عليه الفريق. مش هينفع النهارده اجيب، راح مدير الانديه في امريكا اجيب محترف، فالمدير الفني يقول ايه ده يمكن يقعد احتياطي، ده يمكن يلعب اساسي. لا انا عايز اللعيب اللي يجي اضافه قويه جدا 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 بمراحل. ليه؟ لان احنا يعني الحمد لله الاهلي النهارده بيلعب في ليفل مختلف. الكره النادي الاهلي غير فكر يا راجل. احنا قاعدين بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا بنشجع دورتموند عشان ريال مدريد ما يزودش بطولاته. مع يا جماعه احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ يا جماعه بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا من تمنيات عمرنا في حياتنا ما دخلنا في المود. احنا شريك في المباراه باي يعني حتى لو بشكل من الاشكال. فدي طبعا ده بسبب ايه؟ بسبب النادي الاهلي. طب خلينا نروح معاك للمنتخب بقى. واحد طبعا خلينا نتكلم على 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 مشكله كابتن حسام، بتهيالي عنده مشكله بيفكر فيها بشكل من الاشكال، اصابه فتوح وخروجه من معسكر المنتخب، وانت داخل واحد على بدايه تقديم نفسك يعني. سيبك من 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 كون المباراه مهمه ومع الفريق الاصعب في انا مش عايز اقول على بوركينا منافس، لانه بصراحه مش قادر اقولها، بس بوركينا منتخب قوي في السنوات الاخيره محترم. انا بتكلم على انه وقدم بطوله كويسه جدا بالزبط. في منتخب قوي، منتخب قوي، منتخب قوي. بس اقصد اقول يعني اذا كنت انا داخل تصفيات كاس عالم ما ينفعش تقول لي ماتش بوركينا في القاهره صعب. هو في بص، هو في حاجه تانية انت ممكن تقولها تؤدي الغرض انت عايز توصله، ان ما ينفعش النهارده وقاره افريقيا بتاهم منها 9 مقاعد ونصف ما وصلش كاس عالم. هنا في هنا مش ازمه، دي مش ازمه لا قدر الله يعني، لا قدر في كل حال دي هتبقى كارثه. طيب لكن انا مش مستني بس تصفيات كاس عالم، انا مستني كابتن حسام يقول لي انا ابتديت شغلي يظهر مع المنتخب. طيب ان كل الكلام اللي اتقال في الفتره الاخيره لا تاثير له ولا اساس له من الصح، وان المنتخب بيبدا مشوار جديد في مرحله من الاستقرار، في مرحله من التفاهم، في مرحله للتفاؤل، رساله لازم توصل لجمهور الكره في مصر. صحيح، كلنا فرحنا وسعدنا للغايه بشكل الصور اللي طلعت من اول مقابله ما بين محمد صلاح والكابتن حسام وكابتن ابراهيم. تمام. ليه؟ لان كان في مشكله وازمه ما بين الطرفين بسبب التصريحات. ده موضوع كان اكيد، والحمد لله محمد صلاح يعني مرر الامور وكابتن حسام مرر الامور، وشفنا الصور جميله، ومحمد صلاح جاي مركز وبينزل بوستات على السوشيال ميديا بان انا مركز مع المنتخب. ده كل ده جميل عظيم فيما يخص محمد صلاح. احنا هنا بنتكلم على منتخب، والمنتخب هو برضو لعب جماعي. النهارده كان عندنا تجربه مع كابتن حسام في البطوله الوديه اللي اقيمت في مصر، شفنا مثلا ماتش كرواتيا كان ماتش ممكن تبدا تشوف فيه بعض المشاهد. تمام. ربما كان الشكل دفاعي زياده على اللزوم. ما شفناش مثلا بكل امانه ايه الفكر اللي احنا هنلعب بيه، وضعا في الاعتبار محمد صلاح لم يشارك في المباراه في هذه البطوله. طيب النهارده كابتن حسام ما بين الفترتين ما كانش عنده وقت خالص ان هو يعمل اي ماتشات وديه ولا يعمل اي تجمعات. انت عندك الماتشين دول بتوع بوركينا وعندك غينيا بيساو خارج ارضك، فيهم اختبارين يا احمد. الاختبار الاول ان انت بتلاعب في وجهه نظر شخصيه واحد من افضل 6 منتخبات في القاره على ارضك، وفي وجهه نظري المنافس المباشر ليك في المجموعه بوركينا من وجهه نظرك واحد من افضل 6 منتخبات في قاره افريقيا. يعني طبعا. يعني انا لو حطيت معلش حطيت مغرب بوركينا، حطيت سنغال
احسن من الكاميرون. بوركينا حاليا احسن من الكاميرون في وجهه نظري. اه ده ماتش صعب بقى. ماتش صعب طبعا فنيا. فنيا ماتش يوم الخميس ده صعب. يوم ماتش يوم الجمعه الخميس. مين في بوركينا تعمل له حساب؟ والله بص يعني انا عارف ان عندهم لعيبه كتير محترفين اما يعني انا مش متذكر منهم منهم محمد كوناتي طبعا. طب بس ستيل الفريق بنتكلم على نتائجه في السنوات الاخيره نتائج فريق كويس مميز وده ماتش فني. ماتش غينيا بيساو انت عندك فيه اختبار مختلف. ازاي هتلعب بره ارضك وانت كجهاز فني هتعد لعيبتك ازاي في اول مباراه رسميه للكابتن حسام حسن خارج مصر وانت عارف ان اللعيبه المصريين في الماتش الاوي نروح نلعب ماتش اوي نفتكر كده احنا معظم سقطاتنا في تصفيات المونديال كانت بتبقى في الماتش الاوي. أيوه. ليبيريا تونس النيجر تونس المغرب الماتشات الاوي دي بيبقى ليها استعدادات خاصه ما لهاش علاقه بالفنيات. الفنيات جوه الملعب صلاح عمل نيو لوك اهو. اه بالظبط. فدي بس تاني انا كنت اتمنى والنهارده يعني معانا خبر احمد فتوح ان هو يعني مش هيقدر يكمل المعسكر ومش هيقدر يكون طرف في المباراتين. أيوه. وربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. السؤال هنا انا شفت الخبر قبل ما نطلع الهواء فتوح على على الصفحه الرسميه للاتحاد. انا وانا بقرا الخبر مستني اقرا السطر بتاع استدعاء عمر كمال عبد الواحد. ده بالنسبه لي السطر المنطقي. أيوه. في واحد عندي مصاب وانا اوريدي وعندي محمد حمدي موقوف. هو السؤال معلش الاكثر منطقيه هو ليه عمر كمال ما انضمش من الاول؟ عشان في مشكله شخصيه. في مشكله شخصيه ما بين كابتن حسام مشكله وعمر شخصيه كمال. بين كابتن حسام وبين عمر كمال لما كان مدرب قبل لما يكون مدرب انديه. أيوه 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 حاجه أيوه. ومصلحه منتخب طيب مصر دي قصه ثانيه خالص يا كريم. طب شوف دي بقى اهو كل الظروف عماله تضغط على كابتن حسام على اسم عمر كمال. يعني هو قبل ما يختار القايمه انت عندك تفاصيل عن القصه؟ القصه يعني انا عايز افهم. انا بقى عندي فضول ان انا اعرف ايه المشكله الشخصيه. ببساطه ان كان عمر كمال كان بيلعب مع الكابتن حسام حسن في مصر. عمر كمال عبد الواحد في احد البرامج التلفزيونيه من فتره مش فتره يعني قريبه فتره بعيده انتقد الكابتن حسام فنيا زي ما الكابتن حسام حسن انتقد محمد صلاح فنيا في كاس الامم. انتقاد فني. كابتن حسام في وجهه نظره مرر لنفسه وادى لنفسه الحق ان هو ينتقد محمد صلاح فنيا وحقه. طالما انت محلل في احد القنوات الفضائيه حقك. طالما قعدت على كرسي محلل حقك تنتقد وحقك تدي عقاب وتدي ثواب حقك. البوزيشن يديك الحق ده. عمر كمال كان ضيف قال وجهه نظر وهو مش تحت ادارتك. كان خلاص يعني احنا مش مع بعض في نفس النادي ده حاجه سابقه. قال وجهه نظر ايا كان وجهه النظر هو حر هو ما غلطش في شخصك هو بيتكلم على اسلوب شغلك. انت خدت هذا الامر بمحمل شخصي وطلع الكلام ان الكابتن حسام لن يضم عمر كمال عبد الواحد طالما كان مديرا فنيا منتخب مصر للدرجه اللي خلت والد عمر كمال عبد الواحد يظهر مع زميلنا هاني حتحوت وبكى. الراجل شفناه كلنا بيعيط لان الراجل عارف ان عمر وهو خلي بالك عمر دلوقتي هكلمك كاني مثلا ايه مثلا يعني اخوه منظور تاني خالص مش منظور اعلامي او ناقد لا انا اخوه. عمر دلوقتي هو دول الفترة بتاعته. الفترة بتاعته هو في النادي الأهلي بيؤدي أداء أفضل أداء لعمر كمال عبد الواحد في حياته. مركز ظهير أيمن بيرفكت. ظهير أيسر جايب هدف مع النادي الأهلي عالمي يخلي أي مدير فني المنتخب يقول لك إيه ده؟ ده نمرة واحد. ده إيه الجوكر ده؟ إيه ده؟ ظهير أيمن وأيسر كمان؟ إيه الحلاوة دي؟ وجناح ولاعب قدام نادي الزمالك في نهائي الكأس في السعودية جناح هجومي ومحمد هاني كان وراه. هو أساسا جناح. هو مركزه الاساسي ده كله يا احمد. ينفع انا بقى البروفايل ده قدامي امتى وانا عندي نقص في مركز واحد وانا بختار القايمه انت اصلا مش في دماغي. طيب جيت قال لك محمد حمدي موقوف برده مش هاخده مش هاخده حتى كبديل. طب الاساسي بتاعك اتصاب هعالجه بعد قبل الماتش 72 ساعه الدكتور قال لك استحاله يلعب ولا اليوم الخميس ولا مع يوم 10 مش هيلعب. هتعمل ايه برضه مش هاخده. ايه العند ده؟ انا اسف يعني بجد ايه العند ده؟ نقطه مهمه تاني انا كنت ضايع مع كابتن اسامه شاطر وهكررها تاني. واحده من النقط في المنتخبات مش في الانديه. الانديه الشغل فيها مختلف لان اللعيبه كلهم تحت ايدك احنا عايشين مع بعض بنقعد مع بعض اكتر بنقعد في البيت. المنتخب لا منتخب تجمع العب ماتش فالمشاكل لازم تحرص منها. ايوه
لا ومصلحه المنتخب قبل اي شيء، يعني تجب اي مشاكل شخصيه، يعني اكتر حد حريص على نجاح منتخب مصر الفتره دي مفترض انه كابتن حسام. طب انا اقول لك زي ما اتقال ان في خلافات شخصيه طب او توتر علاقات مع اسمع. عارف المبرر اللي اتقال ايه في عدم ضم عمر كمان عبد الواحد في القائمه لما اعلنت؟ انه مبرر اتقال انه ما لعبش ماتشين التراكي. تمام؟ طيب اوكي انا متفق. النهارده احمد فتوح اتصاب. فانت الجبهه دي بقت خلاص صفر. وعمر بيشارك مع النادي الاهلي محليا. احمد بيكهام يعني اللي اتقال لي انه الكلام داخل انه احمد بيكهام هو اللي يلعب مكان فتوح. انا مش عارف احمد بيكهام انا قبل انا كده انا ك- ك- كتحليل والله بجد كتحليل اداء لما نيجي نقول ان انا في مدرب وهي وجهات نظر طبعا انا احترم انا توقعت قبل قبل الحلقه كريم انه اسمين نبيل كوكا واحمد بيكهام رمضان بيكهام انت بتحطه برايورتي او له اولويه على عمر كمان عبد الواحد احنا هنا بنهزر في الكوره احنا هنا بنهزر في الكوره بنهزر طبعا ابسط رد أنا احمد رمضان بيكهام مش هيهاجم احمد رمضان بيكهام البروفايل بتاعه لعيب ضخم قوي كان بيلعب مساك وبيتم توظيفه كظهير ثابت ما ينطلقش يعني ما يطرش ليه احمد رمضان بيكهام لما هتقول له افتح سبرنت ارجعه مش هيقدر لان الكتله العضليه في جسمه مش هتخليه عنده القدره في الاستمراريه في انه يفتح سبرنت ويرجع يفتح سبرنت ويرجع. الناس بتسال الناس مثلا سؤال ليه محمد هاني دايما المدربين بيحبوه في مركز زي الايمن عشان عنده ميزه. ايه هي الميزه؟ السرعه اللي بيطلع بيها هي نفس السرعه اللي بيرجع بيها. في مشاكل تانية فيما يخص الكروسز فيما يخص الرقابه. لا انا عندي اهم حاجه البدل انك ترجع لي ليه؟ انك لو ما رجعتش انا هروح عليها انفرادات. انت لو ما رجعتش من قدام هيروح عليها انفرادات. احمد رمضان بيكهام لعيب ممتاز طبعا جدا كنت اتمنى ما يشوفش من الاهلي بس هو عنده ميزه واحده من لعبه كظهير ايه هي؟ انك تقول له ستاند ستيل ما تطرش اقف. ينفع بقى ان اقارن ظهير بيقف بظهير بياخد الخط رايح جاي وبيخترق من العمق وبيطلع يعمل كروسز وبيشوط فاولات وبيشوط خمس نقط الجزاء وبيعمل كل حاجه هنا بنهرج بقى. شايف ازاي مباراه بوركينا؟ ربنا ان شاء الله يكرمنا مهم جدا جدا. مباراه بوركينا على ارضنا اصعب ولا مباراه فنيه غينيا مع خارج الارض اصعب؟ اختبار غينيا بيساو مش اختبار فني اكتر ما هو اختبار انك ازاي هتلعب في الاجواء بتاعتهم. غينيا بيساو فنيا طبعا لا ترقى لمنتخب مصر مليون في المية لكن ازاي هتلعب في الاجواء بتاعتهم في الملعب بتاعهم في ظروف ماتش قوي ما بتلعبش وانت مرتاح. لكن ماتش بوركينا فاسو ماتش ملعب هتلعب كوره هم عندهم تكتيك هتواجهوا ازاي درستهم قريتهم هتعرف تقفل عليهم. احنا عندنا سؤال مهم جدا جدا مستنيين اجابته يوم الخميس كابتن حسام حسن هيتعامل مع محمد صلاح ازاي؟ هتحطه وينج ولا هتحطه في عمق الملعب؟ بتفكر محمد صلاح مع المنتخب مش هيدافع هتعمل ايه في هذا الشق؟ هتشيله كامله يعني ايه مش هيدافع؟ معلش محمد صلاح مع المنتخب مش هيدافع. ليه مش هيدافع؟ مش هيدافع ما هو بيدافع مع ليفربول وحتى ما برضه في السنوات الاخيره محمد صلاح ما كانش بيدافع مع ليفربول زي من خمس مثلا نسخه محمد صلاح يا احمد مع هيكتور كوبر 2017 وحتى مع ليفربول كبطل دوري ابطال اوروبا مش هو نفس نسخه محمد صلاح حاليا بدليل حتى محمد صلاح كان عنده بعض الاعتراضات على السياسه يورجن كلوب معاه في الموسم الحالي وشفنا الزعل يعني وصل لدرجه ايه في نهايه الموسم. طيب محمد صلاح النهارده ما عندوش القدره وكمان المكانه ما تسمحش ان هو هيدافع كتير هتعمل انت ايه؟ ايه خطتك؟ سؤال ايه هي الاجابه بتاعتك على هذا السؤال؟ بعيدا عن المكسب يا كريم انا طبعا اتمنى ست نقاط لانه ست نقاط بتوع 6 و10 بوركينا وغينيا يفرقوا معانا كتير جدا ويريحونا في اللي جاي وهم دول بالمناسبه خلاصه مشوار تصفيات كاس العالم في 2024 بعد كده ان شاء الله نقفل الصفحه ونشوفكم كل سنه وانتم طيبين ربنا يدينا ويديكم طول العمر في 25 لكن اللي اتمناه اكتر الحقيقه من الستة بونت هو شكل المنتخب والروح اللي احنا كلنا كنا بنراهن على اسم حسام وابراهيم ان هم يمسكوا اسم المنتخب عشان نحس انه المنتخب عادت له الروح عادت له الشخصيه مره تانية. عنده مشاكل لكن لا نملك الا ان احنا نتمنى له طبعا التوفيق طبعاً. بدايه من واجهه بوركينا ان شاء الله باذن الله نعدي المطبين الصعبين دول وبعد كده يبقى لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. نورتنا كريم اشكرك على وجودك معانا ومبروك افريقيا ال 12 مره تانية. شكرا جزيلا شكرا لكم على المتابعه كل التحيه.